طيب معانا آخر سؤال عندنا وأطول سؤال، وهو لخصناه بطريقة جميلة، تسلم إيدك يا مستر أسامة. اتلخص بطريقة جميلة وبيقول: مخزن الأول الثاني الثالث، والسلع فيه ممتازة وجيدة وتالفة. يعني عندنا هنا 3 مخازن. طبعا بيقول سحبت سلعة واحدة والناس تسكت، لا، من كل مخزن، يعني واحدة من الأول، واحدة من الثاني، واحدة من الثالث. نيجي بقى للأسئلة، بص معمولة بشكل إزاي. يقول لي مثلا احتمال إن الـ3 سلع ممتازة، يهمني بقى الترجمة اللي اتفقنا عليها. كلمة الـ3 سلع ممتازة يعني الأولى ممتازة والتانية ممتازة والتالتة ممتازة، ميم ميم ميم. يعني آخد من المخزن الأول الممتاز بتاعه 75%، والمخزن الثاني 23 من 50، والمخزن الثالث 13 من 20، وأحسبهم وأضربهم في بعض وأطلع الناتج في المكان ده. طب نفس السؤال، الـ3 سلع جيدة، يبقى جيد جيد جيد. هختار الصف الثاني اللي هو 20 من 100 في 17 من 50 في 4 من 20. طب الـ3 سلع تالفة، يبقى تالف في الأول، تالف في الثاني، تالف في الثالث، أو ت ت ت. يبقى الـ3 صفوف دول ممكن يجي لنا منهم سؤال في الامتحان يسأل عن الثلاثة، يا إما ممتازة يا إما جيدة يا إما تالفة، وهم نفس الإجابة. ساعات بقى يقول لي ايه، هو اللي يحدد لي، يعني يقول لي ايه ممتازه جيده تالفه، هو عايز الترتيب دوت، هو عاجبه قوي الترتيب. اقول له ماشي، هاخد من هنا الممتازه 75 من 100، والكلمه الثانيه جيده 17 من 50، والكلمه الثالثه تالفه 3 من 20، يبقى نفذت كلامه. طب يقول لي تالفه جيده ممتازه، ايه اللي يقول عليه بالترتيب؟ ت ج م، تالفه 5 من 100، جيده 17 من 50، ممتازة من الثالث يعني 13 من 20. صعبة دي؟ اللي بعد كده برضو يبقى ممكن هو يديني أي ترتيب، أي جيدة ممتازة تلف، يبقى هو قصده جيدة من العمود الأول اللي هو الـ20، وكلمة ممتازة قصده ممتازة من العمود الثاني لأنها جت تاني كلمة، يبقى 23 من 50، وكلمة تالفة من الثالث عشان جت تالت كلمة، يبقى قصده 3 من 20، وهحسبها بالطريقة دي. طيب دي الحاجات السهلة. السهل برضو اللي متفقين عليه من الدرس اللي فات أو من الجداول اللي فاتت، إن كلمة واحدة على الأقل ممتازة تبقى 1 ناقص غير ممتازة 3 مرات، 1 ناقص العكس، الغير ممتازة 3 مرات مش مرة واحدة، 1 ناقص الغير ممتازة. يعني 1 ناقص، أعدي هنا، هاتولنا والنبي الغير ممتازة الـ20 والخمسة 25. طب هاتوا لنا هنا الغير ممتازه ال17 وال10 27. طب هاتوا لنا هنا الغير ممتازه ال4 وال3 ال7، اتحطوا هنا كل واحد تحت المجموع وما انساش واحد ناقص. نفس السؤال ممكن يجي واحده على الاقل جيده، يبقى 1 ناقص الغير جيده في الـ3 مخازن. يعني نحفظها ونكتب الكلام تحتيها وانا بحل: واحده على الاقل جيده، 1 ناقص غير جيده في غير جيده في غير جيده. يعني 1 ناقص الغير جيد، اخبي الجيد بايدي، هيبقى معايا 75 و5 80، اخبي الجيد من هنا 23 و10 33، اخبي الجيد من هنا هيبقى قال الغير جيد 13 و3 16، يبقى 1 ناقص غير جيد غير جيد غير جيد، برضه واحده على الاقل تلف. يبقى كده الطلبه كلها تقدر تحل لو قال لي الثلاثه حاجه واحده، اقدر احل لو قال لي الـ3 انواع، اقدر احل لو قال لي واحدة على الأقل وقال ممتازة أو جيدة أو تلف، بقول 1 ناقص العكس. فاكرين بقى في الفيديو اللي فات لما قلنا وحدتين على الأكثر، وحدتين على الأكثر بنقول 1 ناقص نفس الكلمة، يعني وحدتين على الأكثر ممتازة، 1 ناقص ممتاز ممتاز ممتاز، واختار الممتاز والممتاز والممتاز، بس ما انساش واحد ناقص. طب وحدتين على الأكثر جيدة، وحدتين على الأكثر جيدة، هقول له 1 ناقص الغير جيدة، وحدتين على الأكثر جيدة، تمام، أروح جاي قايل له 1 ناقص الغير جيدة، أنا آسف، وحدتين على الأكثر جيدة، 1 ناقص جيد جيد جيد، 1 ناقص الـ3 جيد، يعني 1 ناقص 20 من 100 17 من 50 4 من 20. يلا اللي بعديها،
بيقول لي ايه؟ وحدتين على الاكثر تالت. يبقى انا حفظت يا مستر في الجدول اللي فيه تلاتة وحدتين على الاكثر ويقول كلمة، يبقى واحد ناقص نفس الكلمة تلات مرات، واحد ناقص نفس الكلمة تلات مرات، واحد ناقص تالف من الاول، تالف من التاني، تالف من التالت. يبقى انا لغاية هنا انا حفظت الحاجات المختلفة. في بقى حاجات يقول لي ايه؟ طب الاولى والتانية ممتازة ومات ما كملش. اقول له يبقى قصدك التالتة غيرهم. يبقى اكتب له كده، الاولى والتانية ممتازة، يبقى التالتة غير ممتازة. اهم حاجة الترجمة بالعربي اهو، الاولى والتانية ممتازة يعني 75 من 100، 23 من 50. اجي بقى في التالتة اقول له انا قلت غير، يبقى اجمع الاثنين اللي مش ممتازة، اربعة وثلاثة يدوني 7 من 10. طيب نفس السؤال ممكن يقول لي التانية والتالتة جيدة، مين اللي ما قالهاش؟ الأولى. هقول له تبقى غير جيدة يا معلم، غير جيدة في الأولى عشان ما قلتهاش، أما التانية والتالتة جيم جيم، جيدة وجيدة. وأروح أنقي من هنا عادي جدا، أول مخزن قلت غير جيدة، غير جيدة خبي الجيدة أهي، يبقى قال ال 75 فوق وال 5 تحت، ادوني 80 من 100. وبعدين المخزن التاني والتالت جيد وجيد، يعني 17 من 50 و4 من 10. طب ممكن يقول لي مثلا الأولى والتانية تالفة، أقول له يعني تالفة وتالفة، والتالتة ما قلتهاش، يبقى التالتة غير. هختار التالفة عادي 5 من 100، هختار التالفة 5 من 100، هختار التالفة تاني 10 من 50. أجي هنا بقى، أنت قايل التالت غير، يبقى غير تالف، أخبي التالف تلاتة، بقى من ال20 17 من 20. طيب ممكن يقول لي الأولى فقط ممتازة، برضه محدد مكانها. طالما محدد مكانها يبقى السؤال سهل، انت قلت الاولى ممتازه وما جبت سيره الباقي، يبقى ممتازه وغير غير. طب الاولى فقط جيده، يبقى جيده في الاول وغير غير. طب الثانيه فقط تالفه، احط في النص تالف، والمخزن الاول غير، واللي انت ما قلتوش احط في غير. يبقى لما تحدد لي مكان الكلمه هحط حرفها، تالفه احط تالفه، جيده احط جيده، ممتازه احط ممتازه، واللي ما قلتوش احط غير. طيب نيجي بقى التعب من اول هنا، لما يقول لي واحدة فقط ممتازة، هنا ده بنقول عليه التنويع. يعني ايه تنويع يا مستر؟ تعالوا نشوف كده. واحدة فقط ممتازة يعني اقول له يا اما ممتازة من المخزن الاول، يا اما ممتازة من المخزن الثاني، يا اما ممتازة من المخزن الثالث، يا اما ممتازة في الاول. ما انت ما قلتليش هي الاولى ولا الثانيه ولا الثالثه، فبقول اهي انت قلت واحده فقط ممتازه، يعني عايز في الاختيارات واحده اللي ممتازه. هقول له ممتازه في الاول والاثنين التانيين غير، او ممتازه في النص والاولى والثالثه غير، او ممتازه في الاخر والاثنين الاولانيين غير، واروح اختار على الاساس ده من الجدول. لما باجي بعملهم بالاله بشد سطر واحد عشان الاله تكمل معايا، سطر واحد يعني لما اجي اعمل على الاله. تعالوا نعملها بالآلة مع بعض يا مستر، أنا بعملها على الآلة ما بتجيش. طب بصوا كده، دي تحتيها 150 و20، وهنا 150 و20، وهنا 150 و20. هعمل شرط الكسر واحدة وانزل تحت اكتب 100 في 50 في 20 كده، أنا ما حدش ينزل تحت تاني، اطلعوا فوق، دي بتاعتهم هم التلاتة. كل ما نكتب ثلاث ارقام نعمل علامه زائد. يلا بتدور من على اليمين من هنا، 75 في 27 في 7 اللي هي ممتازه، اللي هي كانت 75 اصلا، وغير ممتازه، وغير ممتازه من الصف الثاني والثالث او من المخزن الثاني والثالث. واكتب زائد واكمل بدول، مالكوش دعوه باللي تحت خلاص مكتوبين. 25 في 23 في 7 واكتب زائد، اخش على تالت واحدة اللي هي كانت غين غين ميم، 25 في 27 في 13 هتساوي، طلعت لي الإجابة كسر، أدوس على اس دي طلعت الإجابة 0.26975.
واختارها عادي من الاختيارات ومفيش اي مشكله. عادي في الامتحان يقول لي 2 6 يعني صفر علامه 2 6 9 7 وبس، عادي تبقى هي مفيش مشكله، طالما احنا ماشيين معاه 3 4 ارقام زي بعض يبقى احنا زيه، هو مش هيلخبطنا. طيب نفس السؤال لما قال لي، يبقى افتكره، واحده فقط جيده، اقول له اه واحده فقط انا فاكرها دي، واحده فقط، اروح قايل له واحده فقط جيده، يعني حرف الجيم يتكتب مره واحده، يا اما في الاول او في النص او في الاخر. يبقى حرف الجيم كلمه واحده فقط جيده، تبقى جيده مع اتنين غير، او جيده في النص والاتنين غير او بلا وبعديها، او جيده في الاخر والاتنين دول غير. هو الترتيب ده بيفرق يا مستر؟ اه بيفرق. يعني هنا بقول لك من المخزن الاول، العمود الاول، العمود اللي كان في الاول دوت، قصدنا هنا كده العمود اللي كان في الاول ده، اختار منه الجيده، ده القصد. من العمود الاول اختار الجيد بس ومالكش دعوه بالباقي، من العمود الثاني اللي تحتيه 50 اختار غير جيد، من العمود الثالث اختار غير جيد، غير جيد يبقى بجمع الاثنين التانيين، اخبي الجيد واجمع، زائد العب نفس اللعب، الغير جيد من العمود الاول يعني اخبي الجيد واختار الاثنين التانيين، طب والجيد من الثاني اختار الجيد من الثاني، طب الغير جيد من الثالث اخبي الجيد واختار الاثنين التانيين، نفس الكلام اعمل اللي تحت. صعبه دي؟ نفس السؤال ممكن يقول لي واحدة فقط تلفها، أقول له يبقى حرف الت متكرر 3 مرات، حرف الت متكرر 3 مرات، بس مرة في الأول ومرة في النص ومرة في الآخر، تمام؟ تعالوا نشوف كده. اتفقنا أهو، حرف الت في الأول طيب، حرف الت في الاول او حرف الت في النص او حرف الت فين في الاخر، يبقى دي كلمه واحده فقط، واحده فقط، يبقى هي محتاره بين الثلاث اماكن، يا ترى اقعد في الاول ولا اهي، يا ترى اقعد في الاول ولا اقعد في النص ولا اقعد في الاخر، فهتقعد في الثلاث اماكن، بتجرب اهو، ت في الاول عشان هو قال تلفه، ت في النص، وادي ت في الاخر، تنوع والاثنين التانيين غير، وعرفت بعملها ازاي. دي كده لما يقول لي واحده فقط، سواء بقى ممتازه او جيده او تالفه، وهتلاحظوا ان انا عمال اعيد نفس الكلام، مره بنحلها بفقط ممتازه ومره فقط جيده ومره، اللي هيفهم دي هي لو جات له في الامتحان بتيجي واحده بس، يا دي يا دي يا دي، فهو فاهم ان اللعبه واحده على حسب الكلمه اللي بتتكلم، تمام؟ نشوف اللي بعد كده. آخر حاجة عندنا بيقول لي إيه؟ وحدتين فقط ممتازة، المرة اللي فاتت كانت كلمة إيه؟ وحدة واحدة ممتازة، المرة دي كام واحدة؟ اتنين، طب إيه الفرق في الحل يا مستر؟ قال لي الفرق إن كلمة ممتازة هتتكرر مرتين، كلمة ممتازة هتتكرر مرتين، إزاي يا مستر؟ أنت قلت وحدتين فقط ممتازة، فبقول له يا إما ممتازة وممتازة وكده دي غير، يا إما ممتازة يقعدوا في الأول والآخر وغير في النص، يا إما ممتازة يقعدوا في الآخر وغير في النص، يبقى الوحدتين يقعدوا في أول مكانين يا آخر مكانين، يا إما يقعدوا على الحرف واحدة قدام واحدة ورا، دي كلمة وحدتين فقط ممتازة. طب ما هو نفس السؤال لو قال لي إيه؟ وحدتين فقط جيدة، يبقى نفس دي بس بدل حرف الميم اللي في دايرة حطينا حرف الجيم عشان كلمة جيدة، فبقيت ايه؟ الاتنين الجيد اهو، ادي جيد وجيد، والتالتة غير، او جيد في الاول وجيد في الاخر، واللي في النص هي اللي غير، او جيد وجيد موجودين في الاخر والاولى هي اللي غير. لو حد تاه مني بجيب دول ازاي؟
معنى ان انا كاتب جيم اول واحده يعني في العام في المخزن الاول هناخد الجيد بمجموعه، والمخزن الثاني هناخد الجيد بمجموعه، اما المخزن الثالث الغير جيد يعني نخبي الجيد بايدينا ونجمع الاثنين التانيين ونكرر دي 3 مرات ونجمعهم مع بعض وزي ما عملناها على الآلة بمقام واحد بس. برضو وحدتين تالفة، اتنين تالفة فقط يعني، يا الأولى والتانية والتالتة، لأ يا الأولى والأخيرة يا إما التانية والإيه والتالتة هما اللي تالفة، ودي زي دالة اتنين يعني اتنين تالفة. طب لما يقول لي بقى يا حلوين وحدتين على الأقل ممتازة، صعبة دي يا مستر؟ قال لي لا، شفتوا الحل اللي حليناه في كلمة وحدتين؟ اه، قال لي وزود عليهم، وزود عليهم كمان 3 ممتازة، يعني نفس الحل القديم ده وزودنا عليه 3 ممتازة، نفس الحل القديم أهو، نفس الحل القديم وزودت عليه 3 ممتازة، يبقى كلمة وحدتين على الأقل. لو فاكرين إن كلمة وحدتين على الأقل بنبدأ باتنين ونزود، يبقى هبدأ باتنين ممتاز زي اتنين ممتاز فقط، أهي ممتاز ممتاز غير ممتاز غير ممتاز غير ممتاز ممتاز، وأزود عليها أو 3 وحدات ممتازة. طب وحدتين على الأقل جيدة؟ قال لي نفس الكلام، نفس الحل القديم وأزود عليه إن ال3 سلع ممتازة. طب لو وحدتين على الأقل تالفة؟ نفس الحل القديم بتاع وحدتين فقط تالفة وزود عليه ال3 سلع تالفة. يبقى كده انا حفظتها، وحدتين على الاقل تالفة زي وحدتين فقط بالظبط، بس ازود عليها، ازود عليها التلاتة ممتازة لو هي ممتازة، او التلاتة جيدة لو هي جيدة، او التلاتة تالفة لو هي جيدة تالفة، وبكده ازود سطر على جنب. اخر حاجة لو قال لي ايه، واحدة على الاكثر ممتازة، فاكرين دي كنت بقول لكم ايه؟ اه ايه ده، هبدأ بواحدة ممتازة أو أقل، أبدأ بواحدة ممتازة أو أقل، يعني واحدة ممتازة أو أقل، مش هي واحدة على الأكثر، أبدأ بواحدة أو أقل. واحدة ممتازة، طب أنا لسه عاملها في الصفحة اللي فاتت، ممتازة في الأول أو في النص أو في الآخر، وأقلل لأن على الأكثر بتقلل، أقلل أقل من ممتاز اللي هو غير وغير وغير. نفس الكلام هنا، واحدة على الأكثر، يبقى دايما واحدة على الأكثر هنحلها إزاي؟ هنقول هبدأ بواحدة جيدة مثلا والتلاتة غير جيد. طب واحدة على الأكثر تالفة، هبدأ بواحدة تالفة أفضل أنوعها وأحط معاها التلاتة غير. وبكده خلصنا الاحتمالات كلها. أتمنى نصيحتي ليكم في أي امتحان هنحل، الاحتمالات ما بتخوفش، الاحتمالات سهلة جدا، أنتوا أشطر من غيركم بكتير، أنتوا فاهمينها أكتر من غيركم. امتحاننا أيا كان عدد الأسئلة بتاعته، سواء السنة دي السنة الجاية السنة اللي بعديها، أنا بشوف الامتحان بتاعي لقيته 20 سؤال، بنقي أسهل 10 مواضيع أسئلة أقدر أحلهم، كده أنا اطمنت إني نجحت، أبتدي أشوف الباقي اللي هياخد معايا وقت. تمام، الامتحان لقيته 30 سؤال في مادة تانية، بنقي أحلى 15 سؤال أقدر أحلهم، وأقدر بعد كده إن أنا أزود. يبقى أنا بقيس امتحاني، ربنا يوفقكم إن شاء الله، منتظرينكم بإذن الله بعد النتيجة على طول في أولى حلقات وأولى حصص سنة أولى كلية تجارة بإذن الله. قولوا آمين إن كلكم هتبقوا معانا بإذن الله في أولى تجارة، ومعاكم في الكورس أنا ومستر أسامة بإذن الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.